أهلا بكم. هذه المسألة أرسلت إلي وهي عن التكامل المعرف، وهي تبدو جيدة، وأعتقد أن الأساس في هذا هو أن تشاهد الكثير من الأمثلة. إذا دعونا نحلها. هذا التكامل المعرف هو من باي تقسيم 2 إلى باي لسالب جيب التمام، سالب جيب التمام تربيع لـ x ضرب جيب الـ x dx. إذن قبل أن نقوم بحساب تكامل المشتقة ونستخدم النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل لنقدر التكامل المعرف، دعونا نفكر فيما قمنا به. إذن أنا رسمت هذا الاقتران هنا، ناقص جيب التمام تربيع x ضرب جيب x dx. وبماذا نهتم؟ نحن نعرف التكامل ضرب جيب باي تقسيم 2، والذي هو تقريبا هنا. دعوني أرى إذا كان بإمكاني أن أجعل هذا أكبر قليلا. إذن بين باي تقسيم 2 والذي هو إلى اليمين هنا، وبين باي، إذن التكامل المعرف لهذا الاقتران بين هنا وهنا هو بالضرورة المساحة للمنحنى بين المنحنى والمحور السيني، ولأن المنحنى هو أسفل المحور السيني هنا، هذه المساحة ستكون قيمة سالبة. إذن هذا يعطينا مباشرة، وسنحصل على قيمة سالبة عندما نقيم هذا. ولنثبت هذا، أنا حقيقة كتبته في الأعلى هنا. إذن دعونا الآن نقيم هذا التكامل المعرف. الآن سأعيد ترتيب بعض العبارات هنا فقط لأجعلها أسهل قليلا للقراءة، لكن الطريقة التي أفكر فيها دائما: حسنا، لدي جيب تمام وجيب جيب التمام تربيع، إذن كل هذه الأشياء الغريبة تحدث له، إذن هو يبدو كأنني يمكن أن أستخدم التعويض أو قوانين السلسلة العكسية هنا. وما هو قانون السلسلة؟ قانون السلسلة يقول إذا أخذنا المشتقة لـ F لـ G الـ X، F لـ G الـ X، والتي تساوي F فتحة لـ G للـ X ضرب G فتحة للـ X ضرب G فتحة للـ X. هذا ربما يجعلك مشوشا، لكن أنا فقط كتبت هذا هنا لأننا نستطيع القول: حسنا، ماذا لو كان جي الإكس هو جيب تمام الإكس؟ إف فتحة لجي الإكس هي جيب التمام تربيع لي إكس، والمشتقة لجي الإكس أو المشتقة لجيب التمام هي جيب الإكس. حسنا، هو حقيقة سالب جيب الإكس، ولدينا سالب جيب هنا، إذن هذا العمل جيد أيضا. حسنا، سنقوم بنفس الشيء لكن سنقوم به بطريقة التعويض. إذن دعوني أقوم بهذا عن طريق التعويض. دعوني أمحو هذا إذا كان هذا يربك الناس. أريد أن أقوم بالتعويض. على أي حال، التعويض لا يشوشك كثيرا. حسناً، دعوني أمحو هذا. حقيقة اسمحوا لي أن أقوم بهذا بالتعويض فقط لأن الطريقة التي قمت بها هي مختصرة، طريقة مختصرة لكنها جيدة لتكون قادراً على أن تقوم بهذا بطريقة التعويض. إذن دعوني أعيد كتابة هذا. هذا نفس الشيء كالتكامل من باي تقسيم 2 إلى باي لجيب التمام تربيع لـ x. حقيقة دعوني أكتب هذا كجيب التمام تربيع لـ x، نفس الشيء صحيح، ضرب سالب جيب الـ x
دي اكس، والآن هذا يجب أن يكون واضحا لك. ما هي مشتقة جيب التمام لي اكس؟ هي سالب جيب الاكس. إذا لدي اقتران وهو يبدو مربع، ولدي مشتقته، إذا أستطيع أن أجد تكامل المشتقة باستخدام التعويض أو قانون السلسلة العكسي. إذا دعونا نقوم بالتعويض. يو تساوي جيب تمام الإكس. كيف تتعرف على تعويض يو تساوي جيب تمام الإكس؟ حسنا، لأنني أقول حسنا المشتقة لهذا الاقتران هنا. إذا عندما أجد دي يو كل هذه الأشياء ستنتهي وتصبح دي يو، ودعوني أوضح هذا لك. إذا ما هي دي يو دي إكس؟ دي يو دي إكس تساوي سالب جيب الإكس، سالب جيب الإكس، والذي آمل أن تكون قد تعلمته سابقا. إذا ما هي دي يو؟ إذا ضربنا كلا الطرفين بدي إكس ستصبح دي إكس تساوي سالب جيب إكس دي إكس، سالب جيب إكس دي إكس. إذا نظرت إلى المعادلة الأصلية هذه هنا فقط تبين هو يساوي دي يو، وهذه هنا ما هي؟ جيب تمام الإكس هي يو، والذي كان هو التعويض الأصلي. إذا لدينا يو تربيع، إذا الآن دعونا نأخذ التكامل، وأنا عشوائيا سأغير الألوان. والآن هذا شيء مهم جدا، إذا أنت ستقوم بالتعويض. إذا نحن قلنا يو تساوي جيب التمام لي إكس، سنقوم بهذا التعويض على الحدود، أو تستطيع أن تقوم بالتعويض وتعكس التعويض وبعد ذلك تحدد الحدود، لكن دعونا نقوم بهذا. إذا إذا كان هذا يسير من إكس تساوي باي تقسيم 2 إلى باي، إذا من أين تمتد يو؟ عندما x تساوي باي تقسيم 2 u تساوي جيب تمام باي تقسيم 2، لأن u هي فقط جيب تمام x، ومن ثم عندما تكون x تساوي باي u تساوي جيب تمام باي. والآن جزء للمتعة، جيب التمام تربيع لـ x. حسنا، هذا فقط نفس الشيء، هو يو تربيع وسالب جيب الـ x دي x، والتي هي نفس الشيء، هي دي يو، والتي هي هنا. هذا مباشر إلى حد ما، أنا فقط سأعيد كتابته. ما هو جيب تمام الباي؟ جيب تمام الباي هو سالب 1 جيب تمام باي تقسيم 2 يساوي 0. إذا لدينا التكامل من يو تساوي 0 إلى يو تساوي سالب 1 لي يو تربيع دي يو. والآن هذه تبدو كمسألة بسيطة، إذا هذه تساوي تكامل المشتقة ليو تربيع، والتي هي بسهولة يو تكعيب تقسيم 3. أنت فقط تأخذ المشتقة لهذا، ستحصل على هذا. كل ما فعلته هو أنني رفعت الأس ليصبح 3 وقسمته على هذا الأس، والآن علينا أن نحدد قيمته عند سالب 1 ونطرح القيمة من قيمته عند الصفر. إذا هذا يساوي ناقص 1 للقوة 3 تقسيم 3 ناقص 0 تقسيم 3. إذا هذا يساوي ناقص 1 تقسيم 3، ونحن قمنا بهذا. وإذا نظرنا على هذه المنطقة من الرسم البياني الأصلي،
ما قمنا بإيجاده، كما قلنا المساحة للمنحنى بين هنا وهنا هي ناقص 1 تقسيم 3، أو إذا أردنا المساحة المطلقة لن يكون لديك حقيقة مساحة سالبة، هي 1 تقسيم 3، لكننا نعلم أنها سالبة لأن هذا المنحنى تحت المحور السيني هنا، وهذا يبدو تقريبا صحيح، يبدو تقريبا 1 تقسيم 3. إذا هذا المكعب هنا هو 1، ثم هذا سيبدو تقريبا 1 تقسيم 3. الحد سيعمل هنا على الأقل. إذا آمل أن تكونوا وجدتم هذا مفيدا لكم. حقيقة اسمحوا لي لأن لدي القليل من الوقت، آمل أن تكون قد فهمت هذا. أريد أن أبين لك كيف تقوم به من خلال قانون السلسلة العكسي، هي أسرع قليلا بعض الأحيان، لكن هو نفس الشيء كما فعلنا في طريقة التعويض. إذا محونا كل هذا، وبهذا إذا كان لدينا هذا التكامل هنا، ما نفعله هو أن نقول حسنا، أنا لدي جيب التمام تربيع لي إكس، لدي جيب التمام تربيع لي إكس، ولدي سالب جيب الإكس. هذه هي المشتقة لهذا، ولأن المشتقة هنا أستطيع فقط أن أعامل هذا الشيء كله كعبارة إكس. إذا هذا نفس الشيء، إذا تكامل المشتقة هو جيب التمام، جيب التمام تكعيب لي إكس تقسيم 3، ونقيمه عند باي وباي تقسيم 2. وتذكر كيف سأقوم بهذا، وما يسمح لي أن أعامل هذا جيب التمام لي إكس فقط كإكس مثل يو عندما قمت بهذا في التعويض. حسنا، أنا لدي مشتقته هنا ناقص جيب الإكس، إذا هذا ما يعطيني السماح لأخذ تكامل المشتقة، يظهر مثل هذا الجيب تمام الإكس، هو فقط إكس هو يو. تستطيع أن تقول وتأخذ فقط الأس، تزيده 1 ونقسمه على 3، ومن ثم نقيم هذا عند باي وباي تقسيم 2. إذا هذا يساوي جيب تمام باي تكعيب تقسيم 3 ناقص جيب تمام باي تقسيم 2 تكعيب تقسيم 3، هذا ناقص 1 تكعيب، إذا هذا يساوي ناقص 1 تقسيم 3 ناقص هذا الصفر. إذا حصلنا على نفس الإجابة. أنا أردت أن أبين لك أنه تماما كطريقة التعويض، أنا لا أقوم بطريقة التعويض عادة، لكن هو تماما نفس الشيء. على أي حال آمل أن تجد هذا مفيدا. إلى اللقاء.